مشاهدينا الأكارم، نتواصل وإياكم، وحقيقة نشكر الزميل كرار الحمداني على هذا الاستطلاع اللي أجراه قبل قليل، وإن شاء الله راح نتعرف على تعليقاتكم اللي وردت حول سؤال حلقتنا لهذا اليوم، وكيف تقيمون مجالس العزاء للإمام الحسين سلام الله عليه. وأشار زميلتي قبل قليل حقيقة مشكورة إلى مسألة مهمة جدا، ممكن أقيم هذا العزاء داخل المنزل، ولكن المفروض تكون علاقتي أيضا مع أسرتي ملهمة أو مستلهمة من ذلك العزاء. خلينا نشوف التعليقات. صادق مهدي حسن يعلق ويقول: روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه أنه قال للفضيل بن يسار: يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون؟ قال: نعم، جعلت فداك. قال الإمام الصادق: إن تلك المجالس أحبها، فأحيوا أمرنا، فرحم الله من أحيا أمرنا. أيضا الحاج عبد الكريم الخفاجي يعلق ويقول: المثل الشعبي يقول المجالس مدارس، والمجالس الحسينية هي مدارس قرآنية تربوية تربي المسلمين كبارا وصغارا على سيرة أهل البيت عليهم السلام، وتكون المشاركة فيها واجبة، وكل مشارك على نيته وأهدافه، فمنهم من يجعل المشاركة حسينية أو قرآنية أو تربوية، ومنهم من يجمعها فتكون جلسة قرآنية حسينية تربوية وتكون في ميزان حسناته. وإن شاء الله هذا تعليقكم أيضا في ميزان حسناتكم الحاج عبد الكريم، وأيضا الأخ صادق مهدي حسن. الله يبارك بيك. من كربلاء: جنتي تصلي على محمد وآل محمد، وتقول: قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: رحم الله من أحيا أمرنا. أمرنا هو منهاج القرآن والأخلاق وذكرنا في عاشوراء. سلام كريم يقول: المجالس إذا لم تكن آمرة بالمعروف وناهية على المنكر فلا خير في إقامتها. أحسنت، الله يبارك بيك، وإن شاء الله تكون مجالسنا دائما آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر. وأيضا عندنا تعليق من أنوار تقول: قبل كانت تقام المجالس الحسينية من أجل إحياء الشعائر ومواساة أهل البيت، أما اليوم تقول: لا أعتقد هذا الشيء، بالعكس. أنا أقول بالعكس، اليوم المجالس الحسينية بها قوة، بها إصرار، بها تحدي، لأن مثل ما نوهنا في البداية إحنا نواجه تحديات كثيرة في ظل هذه الأحداث الراهنة التي في مجتمعنا. نعم، أيضا من المشاركات الأخرى: يا صاحب الزمان أدركنا يعلق ويقول: مواساة لأهل البيت على مصابهم وأحياء لأمرهم، كما قال الإمام الرضا عليه السلام: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. قائم الخالدي أيضا يعلق ويقول: كل ما لدينا من هذه المجالس الحسينية تعلمنا أو تعلمنا وفهمنا وتربينا عليها أنصار الفتوة والتكافل في زمن الوباء، وحاليا شباب الوعي الديني ضد الحملات وتشويه صورة المذهب، كلهم تعلموا وتربوا من المجالس الحسينية بالفعل. أحسنتم. قبل ما تختمين سوزان، أقرأ تعليق أم زهراء: الإمام الحسين عليه السلام لم يخرج أشرا ولا بطرا، وإنما خرج لطلب الإصلاح في أمة جده محمد صلى الله عليه وآله. يجب أن يكون التذكير دائما عبر المجالس الحسينية على أن الغاية منها إيصال الثقافة الحسينية وكذلك نشر الوعي والفكر الحسيني. أيضا أبو موسى وخادمة الحسين حسين الكربلائي خليج أبو نرجس علوية أم محمد رضا الرحمن بحر الوفا مصطفى الخفاجي وكثير من التعليقات. نشكر لكم هذه التعليقات، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم، وأعظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء. أحسنتم. وإذا حقيقة كل ما نقيمه في مواساة الإمام حسين سلام الله عليه لا يأتي إلا بالشيء القليل، ونقول: عذرا وإنك للأعذار مستمع، إذا اكتفينا بلطم الصدر باكينا، فما سمعنا بعاشوراء نداءكم وما زحفنا بذاك اليوم حامينا، جدد نداءك يا ابن الليث حيدرة، تلقى الملايين قد جاءوا ملبينا. دائما وأبدا قولا وفعلا نقول: لبيك يا حسين.